صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله القاتليك إلى يوم القيامة. يا غريب الغرباء، يا من ذبحت من القفا في كربلاء، يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا الصادق سلام الله عليه: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة في عباده. هذا الحديث المبارك يبين لنا عظمة أهل البيت سلام الله عليهم. إمامنا الصادق سلام الله عليه يذكر لنا أمور يجب علينا أن نتأمل في هذه الكلمات. الإمام سلام الله عليه يقول: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا. يعني شنو المراد من هذه الكلمة؟ إن الله خلقنا فأحسن خلقنا. كما تعلمون أن الخالق كله جاء من الله عن طريق مادة، هذه المادة تسمى بالطين، ولكن ليس هو هذا الطين. تتصور يعني هذا الطين اللي هو الآن رب العالمين يقعد مولاي ماي وطين ويخلق بشر، له ولكن جئنا نكلم الناس على قدري. وهذا واحد من المغنين الكبار اللي هو أصلا مغربي، ولكن بعدين يمكن أخذ الجنسية الفرنسية. المهم هذا اللي سمى نفسه بمايكل جاكسون، سبحان الله، انقلبت عليه بعض العرب يسمعونه وهو يصرح. ماذا يقول؟ يقول: والله لو كنت أعلم أن أغاني تصل إلى العرب لما غنيت. هذا الساعة الواحدة مولاي، الساعة الواحدة بمليون دولار. هذا يوم من الأيام واحد من الرؤساء الأمريكان بداية انتخابات، فنزل في ولاية أراد الناس يتجمعون حتى ينطي مثل ما يقولون ينطي موضوع الانتخابي. يقول ما حد بحاله، الناس تتعدى عليه وتمشي، سبحان الله. يقول فاتصل على مستشارينه، قال يا ترى ما حد يجي يمشي، انا عليه من اسولف على الهواء. قالوا له تعاقد ويا مايكل جاكسون، تعاقد مولانا على التليفون ويا مايكل جاكسون. مايكل جاكسون قال انا راح اجي اوقف وياك 10 دقائق فقط، ال10 دقائق بكذا مليون. يقول نزل بطائرة ولابس فد كيف، سلم على الرئيس اللي هو يريد ينتخب مولانا من وراء الكيف، وبعد استلم فلوسه. يقول وإذا الناس اجت، ملايين الناس اجت تجمعت، فلما تجمعت هذا بعد ماذا طرح برنامج الانتخابي. المهم هذا الرجل توهم كما توهم الغير. ايش قال؟ قال يقولون الجنة فيها لبن، سوى لنهر في من لبن مولاي بيته، لأن هذا كان سبحان الله، هذا كان ما عنده، وكان يحب له بنت، والبنت أبوها غني وزوجها لواحد غني. لما صارت فلوس عنده سأل عنها وين صارت، قالوا له ماتت. قال خلاص. راح الزوجة قال له تبيع قبرها؟ قال له إيه. قال له بيش؟ قال له 3 مليار. قال هاي 3 مليار.
ما خسران من بيت جده، هاي 3 مليار. يقول جاب شركه نقلت هالقبر، وين خلته؟ في قصره. مجرد القبر مولانا ب3 مليار. المهم فهذا توهم كما توهم الغير. ايش قال؟ قال كما ان في الجنه لبن، انا راح اسوي احواض من لبن، وكما في الجنه عسل، هذا عسل، وكما في الجنه خمر، هذا خمر، الى اخرها. بالعلم ان القران لما يقول رمان، لا تتصور هذا الرمان، والا لو كان هذا الرمان شنو الفارق بين الدنيا والجنه؟ يعني انا كانت رمان هنا، يعني راح اجيب له فد رمانه اكبر يا رب؟ قال لا، انا راح اجيب لك فاكهه، بس هالفاكهه ما اقدر اوصل لك اسمها، ما اقدر اوصل لك معناها، فاختاريت لها اسماء، هذه الاسماء معروفه عندك انت. لما اقول لك رمان يصير عندك تصور ها هذا الرمان. يقول والا لا، الفاكهه الموجوده في الجنه لا عين رات ولا اذن سمعت. فلما نقول الله يرحم سيد عبد الحسين تستحيب، هذا العالم ما ادري فد روايه مولا اجابها، يقول في الجنه لما نقول ان الله يزوج هذا الانسان بحور عين، يقول يزوجه فد حور عين، يقول ما حد سأل ايش قد عمره حور العين وشنو جمالها. فيقول حسب اللي انا توصلت له، هو يقول في الروايات ان حور العين في الجنه عمرها 16 سنه، لا تكبر يعني لا تقل ولا تنقص. يقول والله في الروايات من نظر الى ساقها من وراء حجاب لمات من جمالها. سبحان الله، هي كلها مولانا لهذا الانسان. يقول اكو حور عين بعد وين؟ يقول حور عين ذيك وين؟ علمن الى اصحاب الجنات العليا، هاي مثل ما يقول الالية ولغيري، لا اكو مولاي بعد ذيك الاعلى اللي خلينا نقول 5 نجوم، ذيك بعد لا، ذيك تحتاج الى علم، تحتاج الى صلاة ليل، تحتاج الى عبادة، تحتاج الى تقوى ياخذها سلمان الفارس وغيره. المهم فلما نجي نقول طين مولانا، الطين لا يأخذ الإنسان تصور أن هذا الطين، لا، أنها مادة لا يعلم بها إلا الله ومحمد وآل محمد. هذه الطينة في الروايات قسمت إلى 3 أقسام، قسم خلق الله منها الأنبياء 124 ألف نبي إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطينة خلق منها كل فاسق وفاجر، وطينة خلق منها النبي وأهل البيت سلام الله عليهم. زين هسه واحد يسأل الموالي يقول أنا وين مولاي؟ كأنما الصادق يعرف هذا السؤال راح يقفز إلى الأذهان. أجاب من ذلك الوقت، من ذلك الزمان، قال شيعتنا خلقوا من فاضلي، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وعجيب، يعني أنت من فاضل طينة أهل البيت سلام الله عليهم. فالإمام سلام الله عليه يقول إن الله خلقنا فأحسن خلقنا. يعني شنو أحسن خلقهم؟ شايف أنت اليوم البشر لابد أن فيه نقص، لابد لابد لهذا الإنسان، كل إنسان اليوم في الدنيا إذا تفتش إذا تفحص لازم عنده فد نقص. الإمام يقول إحنا لا، إحنا لما إجينا للدنيا وطلعنا من الدنيا إحنا من دون نقص، ما عندنا لا نقص لا صغيرة ولا كبيرة. ولهذا تشوف جيب لي مولانا فد نبي كان مثلا أعمى البصر، مستحيل. جيب لي فد نبي مولانا عنده فد زيادة لحمة ولو كانت كرأس أبرة، مستحيل. ومن هنا نرد تلك الأقوال اللي تقول والله أيوب النبي لما مرض وأصيب بالمرض أخرجوه خارج المدينة، لأنه ماذا؟ كانت هناك رائحة تخرج من جسده. ما عندنا هذا الكلام، هذا كلام باطل. ليش؟ يعني سيسأل واحد سؤال يقول ليش مثلا الله سبحانه وتعالى ما ودال واحد مثلا النبي بدون إيد؟ مو أسفت سؤال، يعني ما بيها شيء يا ابو واحد، ليش يعني الله ما ودانا نبي فد بدون ايد، او نبي مثلا خلينا نقول شنو اعمى البصر،
او نبي مثلا فطايح شعره، مو صايره لو ما صايره، مو فطايح شعره ليش يعني؟ يعني ليش رب العالمين كمل هالنبي هذا؟ يقول طبع الانسان، الله ينظر الى طبع الانسان. هذا الانسان لما يشوف القدوه مالته غير متكامل من كل شيء يقول يصير عنده رد فعل. هذا واحد. اثنين، لو ايوب النبي مثلا او نبي من الانبياء كانت في رائحه مثلا في جسده رائحه كما يقولون عن ايوب وهو بريء، شو يقولون الناس؟ حتى لو بعد 10 سنوات شو يقولون؟ يقولون يا بتر هذا النبي هذا بالريحه، مو هذا بالريحه النتنه، وهكذا يقولون. اذا جبت لك ماذا عند زياده يد، هذا بايد الزايده. يقول طبع الانسان. ومن هنا تعال للفقهاء. الفقهاء ايش قالوا؟ قالوا هذا الحيوان الماكول اللحم اذا فعل معه فاحشه من قبل شخص، معروفه القضيه يعني احتراما للمنبر، هذا الحيوان الماكول اللحم، بقره مولانا، بعير مثلا، دجاجه، اي شيء، اكو نفوس ضعيفه سبحان الله، يقول اذا صارت عمليه فاسده يعني من قبل شخص مع هذا، يقول هذا يقتل ويقطع ويحرق. زين كلامنا هنا، اذا صارت هذه الحاله اجلكم الله مع حيوان مركوب كجحش مثلا اجلكم الله، كحمار، كحصان، ايش قالوا العلماء؟ قالوا ما يقتل بس ما يظل بالبلد، كون نودي؟ قالوا بيعه بغير مكان. ليش؟ لان طبع الانسان هذا بعد لو يشوف 10 سنوات يشوف فلان شو يقول؟ شنو السالفه؟ فلان هذا سوى بمطيه، يقول هاي يصير طبع الانسان. ولهذا الفقهاء يحتاجون ماذا؟ يحتاجون الى صوره جيده دائما، فقالوا ماذا؟ يباع في مكان ثاني. فهنا لما نقول بانه النبي والامام ليس فيه عيب حتى يكون قدوه بمعنى الكلمه. زين، ان الله خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا. يقول الصوره ترى اكو صوره ظاهريه واكو صوره باطنيه. هسه كلامنا بالصوره الباطنيه مولاي. الصوره الباطنيه شنو معناها؟ يعني ان الله صورنا فاحسن صورنا. يقول صورنا يعني ماذا؟ يعني انه جردنا من كل ذنب، جردنا من كل معصية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. هذا فد واحد يوم من الأيام إجا للإمام، سوف يسأل سائل يقول شيخنا ما تطيني فد تعريف مبسط إلى العصمة؟ دائما أنت موجع راسي بالعصمة، عصمة عصمة، تطيني فد تعريف مبسط. العلماء ماذا قالوا؟ يقولون هاي الرواية، يقولون واحد إجا للإمام علي عليه السلام، طرق عليه الباب ما لقاه، يبغون الإمام، قالوا للإمام موجود في بيت المال. يقول جايب له طبق مال حلوى وياه، لما أخذ الطبق راح لبيت المال وجد الإمام. الإمام قال له خيرا تفضل. قال له مولاي جبت لك طبق مال حلوى، هاي هدية، هي هدية اسم هدية ولكنها ماذا؟ رشوة. قليل ما الناس تنطي هدية بدون مقابل. الإمام إيش قال له؟ قال له يا هذا أنا سألك سؤال قبل أن أخذ الهدية من عندك. قال له شنو السؤال؟ قال له لو جاءت أفعى وابتلعت هذه الحلوى ثم تقيأتها أتأكل ما تقيأته الأفعى؟ يقول الرجل قال لا. قال لماذا؟ قال لأن نفسي لا تتقبل. قال نحن أهل البيت هكذا مع الذنب، احنا اي ذنب اي شيء فيه شبهه يكون هاي هذا الشيء فيه رائحه كريهه، رائحه نتنه، ولهذا نفسيتنا لا تتقبله. اليوم انت اليوم لا تجيب لي مولاي من الكتب ولا اشرح لك من الكتب، انا لا، انت اليوم روح اسال العالم كله ايوجد ذنب لعلي بن ابي طالب؟ تدري لو كان اكو ذنب لامير المؤمنين واحد مولاي لبنيت على هذا الذنب آلاف القنوات فضائية وتبقى تردد بهذا الذنب في كل يوم بل في كل ساعة. وبما أنه لا يوجد قول لأي عدو من الأعداء لعلي
أنه يذكر ذنب على علي، إذن أطمئن بأن علي هو معصوم 100%. سلام الله عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين. أم يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من؟ مولانا يحسدون لأنه ماذا؟ إنسان جاء إلى الدنيا نظيفا وخرج من الدنيا نظيف. أكفد سبحان الله، أكفد مقولة، إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وبعد فجعلنا عينه في عباده. شنو مولاي عينه؟ يعني الله سبحانه وتعالى له عين. طبعا كما تعلمون عقيدتنا احنا كشيعة لا نقول بالجسمانية الى الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ابدا، لا عندنا عالم يقول بهذا القول، كلنا اجتمعنا على قول واحد ليس كمثله شيء. انا قولي هذا مولاي، قولي عتبة او خلينا نقول تبيان صورة. انت اليوم لما تكتب شيء معين مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قديم الزمان علماءنا قالوا للغير، قالوا لهم يا بتر اكو روايات، هاي الروايات راح تجيب لكم مشاكل. هسه مو قصة حلال وحرام، لا مولا، هاي الروايات راح تجيب مشاكل لكم وانتم في غنى عن هذه المشاكل. شنو هي مثل الروايات؟ الرواية واحدة من هذه الروايات 124,000 نبي يوم القيامة ينتظرون على جانب، يجي الله سبحانه وتعالى يقول لهم ما لي أراكم تنتظرون، هل أنتم تنتظرون شيء؟ قالوا نعم احنا ننتظر شيء. شنو هو؟ قالوا ننتظر ربنا. زين شلون تعرفون ربكم؟ قالوا لا احنا نعرف ربنا من علامة في فخذه، يرفع ثوبه فيقولون أنت الله. مولانا هذا حتى بفلام كارتون الأطفال ترى ماكو هيك، يعني مو حتى المجنون ما يقبلها مولاي سبحان الله. يعني أنت يوم القيامة ويجي واحد ومية وأربعة وعشرين نبي كلهم كان ماكو واحد عرف. زين العلامة ليش ما صارت بيدي؟ ليش ما صارت بخده؟ لو تنازلنا، مو لو تنازلنا. أنا قبل فترة من الزمن والله أنا جالس على إحدى القنوات فواحد يبكي، هسه المشكله يبكي مولاي يبكي، يعني ما ادري يعني شنو تصور البشر هذا، يقول يوم القيامه الله يدخل الى الجنه. اي مولاي جنته هو حربها، يدخل الجنه خلاص مقبوله مو سن، ويمشي على حشائشها اي، وبعد وهو لابس نعل من حديد من ذهب. هم صحيح مولاي الذهب مالته وهو الكنوز له مو، وبعد وشعر أقدامه واضح لأن ثوبه كان قصير. بعد ظلت بس شغلة واحدة بس ما قالوها، صلى على محمد وآل محمد. يعني أنت تضحك علي اليوم مولاي، الدنيا ترى تطورت يعني ها؟ كانت ترى آبائنا وأجدادنا يردون بس نعي على الحسين والناس تبكي، اليوم عم الناس شباب دخلت إلى كليات وجامعات وقامت تقرأ كتب. وبعد من كل اليوم ترى كل العرب اليوم كلها ثقفت وكلها عرفت، فهذا الكلام ترى بعد ما يمشي، يعني هذا الكلام بعد ما إلى سوق. يعني اليوم الشباب قام يسألون عن الكافي واللام وعن كل شيء. المهم فنحن نقول في عقائدنا ماذا؟ إن الله ها في الحديث العفوان ماذا؟ فجعلنا عينه في عباده. شنو مولانا عينه في عباده؟ عينه في عباده يعني هكذا، ما من شيء في الدنيا يدور إلا وإلا ومحمد وآل محمد بمعرفته. يعني تكوى حديث عن الإمام الباقر ماذا يقول؟ يقول نحن قطب عالم الإمكان. هاي الدنيا مولاي، الدنيا أهل العقائد الدنيا يسمونها نشأة، ومرات يسمونها شنو مولاي؟ ها عالم الإمكان. عالم الإمكان ليش يسمونه؟ لأن مثلا هذا المنبر هسه ممكن الوجود. ليش ممكن الوجود؟ لأن هذا المنبر فد ساعة أقدر أفلش مولاي، تحول من منبر ماذا إلى خشب. هذه الحسينية الطيبة،
هسه اجي افلشها مولاي. قبل شوية كانت شنو؟ حسينية. الان اصبحت شنو؟ طابوق. يقول هذه الحسينية ممكنة الوجود، هذا الانسان ممكن الوجود. اليوم موجود الانسان باشر شنو؟ ما موجود. لاحظ العبارة شلون؟ فالدنيا يسمونها ممكن. الامام الباقر ماذا يقول؟ يقول نحن قطب عالم الامكان اللي هي الدنيا. اليوم موجودة باشر ما موجودة. القطب شنو مولاي؟ شايف الفرجال؟ الفرجال حدة الفرجال وين تكون؟ في وسط الدائرة. وسط الدائرة دائما ترى كل ما في الدائرة. يعني الآن اللي يوقف هنا يرى كل ما في الدائرة بسهولة. ومن هنا عندنا رواية مفرحة جميلة. ماذا تقول؟ تقول في كل ليلة جمعة تحضر الملفات عند الإمام المنتظر عجل الله فرجه. فإذا كان الإنسان مؤمنا دعا له الإمام ودعاء الإمام مستجاب، وإذا كان الإنسان ناصبيا فاسقا دعا عليه الإمام. وهذه الملفات لا تغادر صغيرة ولا كبيرة أبدا. هذا محب لأهل البيت إي مولانا، هذا أخذته عصبية حبا بأهل البيت نعم ينظرون إليه، هذا مولاي جامل بأهل البيت هم ينظرون إليه، هذا يدعون عليه وهذا يدعون له. ما من شيء يغادر ذلك السجل سواء كان صغير أو كبير، ما من شيء إلا ويراه الإمام. ولا تتصور مولانا، ترى الإمام جالس في مكان، لاحظ العبارة من عندي، جالس في مكان والملفات تصل إليه. لا، لعله داخل لهاي الحسينية باسم أبو عبد الله، أو داخل لحسينية مثلا الحسينية الفلانية باسم حج جاسم، لأن هذا عالم من العلماء. أكو فد رواية حيرت عقول العلماء، هاي رواية إمامنا الباقر سلام الله عليه يقول إذا خرج الإمام عجل الله فرجه كل شخص يقول والله رأيته. رأيته زين وين شافه؟ أنا شفته وفلان شافه وفلان وين شافه. يقول الإمام عايش في وسط الناس، ولكن وين يعيش؟ يعيش مثلا بالكويت في 10 سنوات 20 سنة باسم أبو عبد الله، طرح للعراق وين عاش؟ باسم حج جاسم، راح مثلا إلى الدولة الفلانية باسم ماذا؟ حج أحمد. وهكذا يتنقل الإمام، يقول ما من شخص يراه حتى يقول رأيته والله. ولا تتصور يمكن إن الله جعل أخفى أولياء بين عباده. الإمام يمكن يجلس يمك، يمكن يعطيك نصيحة، يمكن يدعو، يمكن يدخل، يمكن يتكلم، ولكن ماكو واحد من عندنا يعرفه. بعد فترة من الزمن يرجع للكويت بعد 100 سنة، كل إحنا وين رايحين مولانا؟ ميتين. لما يرجع يرجع إلى جيل جديد، الجيل الجديد ما يعرفه. وهكذا حتى يظهر سلام الله عليه. فما من صغيرة ولا كبيرة. هذا وفد يوم من الأيام اجى واحد طرق باب الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول كانت البيوت دهليز دهليز وبعدين يجي بيت. لاحظ العبارة، هذا البيوت القديمة مولاي، دهليز وبعدين شنو؟ فد بيت. يقول هاي امرأة كانت جارية في بيت الإمام، فتحت الباب قال لها هذا الإمام الصادق الإمام الباقر موجود؟ قالت له تفضل. يقول هو يمشي بالدهليز ما حد يمه، وهاي جارية الظاهر كانت جميلة متجملة، مو يقول 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 أخذ له فد قبلة من عندها. هاي جارية لا حول لها ولا قوة، يا تقول شو تقول يعني؟ ها تقول يعني بازني هم تنبسط مسكين. فساكت جبرت بالله وسكتت. يقول هذا دخل على الإمام الباقر معدل بشتة مولانا وعدل روحه ودخل للإمام. السلام عليك يا ابن رسول الله. الإمام قال له وعليك السلام، ماذا فعلت يا فلان؟ قال له سيد ما سويت، هو بشت عدلته وقال عدلته وطبيت لك. قال له لا، قال له بالدهليز سويت. هذا الرجال ايش قال له؟ قال له مولاي انا تائب الى الله، عوفني شوية من الذنب. انت ايش مدريك؟ احنا انا مولاي ما حط كلامنا، انت ايش مدريك؟ يقول الإمام ايش قال له؟ قال له ويلك، أتظن أن هذه الجدار تصد نظري؟
قال له إذا نظرنا إلى السماء نرى تخوم التخوم السماء أو نرى عرش السماء، وإذا نظرنا إلى الأرض نرى تخوم الأرض. اللهم صل على محمد وآله. ولهذا لما اجى جبرائيل يوم من الأيام والإمام أمير المؤمنين واقف على المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني، قام رجل كبير السن قال أين جبرائيل يا أبا الحسن؟ الإمام يقول نظر إلى السماء، نظر مو مثل نظري، ثم نظر إلى مشارق الأرض مغارب الأرض أمامه خلفه، قال والله أنك جبرائيل. اللهم صل على محمد. لأن نظر الإمام يختلف، فما من صغيرة ولا كبيرة تخفى على أهل البيت سلام الله عليهم، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله جعلنا عينه في عباده وبعد ولسانه الناطق في خلقه، نحن نبين لهم العلوم، نبين لهم الأحكام، نبين لهم كل شيء. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أيها الناس والله لا ما من آية نزلت في ليل أم في نهار على جبل أو في سهل في بيت أو على رجل أو على امرأة إلا وأعلم متى نزلت وكيف نزلت. يا علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين يقول لابن عباس يا ابن عباس والذي نفس محمد بيده لو أردت أن أحدثك عن النقطة في الباء لاحتجت إلى جمل يحمل الأوراق اللي أدخل، بس النقطة مولاي مو الباء، النقطة النقطة في الباء، يعني بسم الله بس الباء يحتاج إلى جمل. زين البسملة مولاي ايش يحتاج لها؟ ولهذا أمير المؤمنين يقول أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، والله لو ثنيت لي الوسادة لأخبرت أهل التوراة بتوراتهم حتى تقول صدق علي، ولأخبرن أهل القرآن بقرآنهم حتى يقول صدق علي، ولأخبرن أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى يقول صدق علي. ما من آية، هكذا يقول، يقول لولا آية في القرآن الكريم لأخبرتكم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. سيدي ما هي الآية؟ يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولكن رغم كل هذا حبيبي أهل البيت سلام الله عليهم هل حصلوا على حقوقهم في الدنيا؟ أبدا. ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بأهلي وبعثرتي بعد افتقادي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. علي بن أبي طالب رغم هذا العلم بنات سبايا من مكان إلى مكان، هذا يقولون فد أكو أمرأة كانت من أطراف خراسان، اسمع هذه القصة مولاي. أمرأة كانت من أطراف خراسان وما عندها إلا بنت واحدة بس بتعدها، يقول هاي البنت علمتها من البداية في كل ليلة جمعة تأخذ البنت إلى زيارة علي بن موسى الرضا عليه السلام كل ليلة جمعة، يقول هذه البنت بحيث تغذت انغمست في أهل البيت في حبهم في الولاء. يقول يوم من الأيام هاي المرأة ماخذة بنتها ورايحين إلى خراسان، يقول لما دخلوا إلى خراسان صارت هجمة، هسه يقال هذه الهجمة روسية أو ماذا أو أفغانية في ذاك الزمن، صارت هجمة على خراسان، أخذوا النساء عبيد، أخذوا النساء جواري والرجال عبيد، من ضمن النساء هذه البنت، بنت هذه المرأة، يعني بنت مولانا أخذوها والمرأة ظلت وحيدة فريدة. زين ذولا في روسيا هذه امرأة في إيران، المهم يقول هذه المرأة رمت بنفسها على أعتاب قبر الإمام سلام الله عليه، قالت يا علي بن موسى الرضا أنت تعلم احنا نجيك في كل ليلة جمعة وهاي بنتي أصبحت جارية الآن،
يمكن هذه الجارية تباع في آخر الأرض، فأنا شلون أجتمع مع بنتي؟ والله لا أذهب إلى بيتي حتى ترجع لي ابنتي. يقول أكو تاجر في روسيا في تلك البلدة الغازية، يقول هذا التاجر طبعا ما له شغل بالسياسة، يقول أنا نايم في عالم الرؤيا معاي تجار في بحر انكسرت السفينة، كلهم غرقوا إلا أنا. هذا التاجر يقول، يقول أنا ظليت أسبح أرد أوصل إلى أطراف جرف البحر، يقول وإذا بفتاة واقفة جميلة مدت يدها لي فأخرجتني. يقول سبحان الله، رؤيا يعني يقول أنا شفتها في المنام. يقول الصبح طلعت على باب الله فتحت تجارتي. يقول أنا موصنة خاص يجيب لي ماذا خدامة للبيت. قال لي هذا، قال لي حصلت لك على بنت طيبة فقيرة جابوه من السبي من إيران، ماذا تقول؟ قلت له جيب. يقول جابها إلي نفس الملبس ونفس الشكل اللي كانت واقفة على البحر اللي نقذتني. يقول أنا حسيت أن وراء هاي البنت سر معين. يقول هواي انطيت احترام، أخذتها للبيت. يقول بس البيت بس تبكي. يقول أنا عندي 2 أولاد وزوجت. يقول وصيتهم قلت لهم يا بعتنوا بيها، ترى هاي شفتها في رؤيا وما أعرف القضية شنو. يقول قلنا لها راتبك ايش قد يعني معاشك ايش قد؟ قالت لي أنا ما أريد معاش، أنا أريد من عندكم يومية تنطوني ساعة فقط أصعد على السطح، فقط أنا أصعد على سطح الدار تتركون براحتي خلاص. يقول تصعد هاي البنت. يقول يوم من الأيام أنا قلت سبحان الله هاي البنت شو نسوي فوق. يقول صعدت خلفها، يقول لقيتها متوجهة إلى علي بن موسى الرضا، تقول له يا سيدي أنا مشتاقة إلى زيارتك، أنا أصبحت بعيدة عنك يا نور عيوني، أنا أمي علمتني على زيارتك، أنا شلون راح أصل إليك بعد هذه المسافة؟ أنا ما عندي إلا هذه الساعة أتكلم معك يا روحي أنت يا حبيب قلبي. يقول والبنت تبكي. يقول هذا التاجر انكسر قلبه. يقول أنزلها، قال لي بني أنا شو شفتك في الرؤيا الآن تتوجهين إلى علي بن موسى الرضا، أنت شنو قصتك؟ يقول تسكت. يقول فقال لها أنا ما راح أحولش خدامة، خلاص أنت مو خدامة، أنا راح أزوجك واحد من أولادي. فقالت له يا عم أنا ما أريد مهر، أنا أريد اللي يزوجني ياخذني إلى زيارة علي بن موسى الرضا، هذا مهري، ياخذني يزورني مولاي علي بن موسى الرضا، هذا يكون مهر، أنا بعد ما أحتاج شيء من عنده. يقول الصغير قال أنا أتعهد بهذا، أنا تزوجتك أنا أخذك إلى علي بن موسى الرضا. يقول تزوجت. يقول أخذ هذا الشاب، هذا الشاب زوجها يقول مجرد ألاح إليها قبر الإمام قبة الإمام صرخت يا علي بن موسى الرضا وسقطت مخشا عليها. يقول أنا أخذتها للفندق، الدور حرت بزوجتي أريد لفت خادمة تساعدني. يقول رحت ألجأ للإمام، يقول دخلت إلى الإمام، يقول سمعت امرأة تنادي قد طال الوعد يا سيدي يا علي بن موسى الرضا قد طال الوعد. والفراق طويل. يقول قلت سبحان الله هاي المرأة منكسرة. يقول جلست عندها قلت لها خالة أنا عندي زوجتي مريضة ممكن تساعديني براتب؟ يقول بكت قالت أنا ما أحتاج راتب، ولكن لعله إذا أنا ساعدت زوار علي بن موسى الرضا الإمام يقضي حاجتي. يقول أخذت المرأة والله دخلت بها إلى الفندق. يقول مجرد أن نظرت إلى زوجتي نادت وعليا. يقول سقطت المرأة. يقول زوجتي استيقظت من الصراخ نظرت وإذا بها أمها. يقول الأم استيقظت، يقول تركت البنت وذهبت. يقول أنا مشيت خلفها. يقول وقفت عند علي بن موسى الرضا، يقول بكت قالت له سيدي أيام أنا بكيت عندك، جبت لبنتي من آخر الدنيا، كيف تحمل قلبك بسبايا الحسين؟ قالت له بنتي جبت لي من آخر الدنيا،
جبتها إلي لأن أنا بكيت عندك. زين أنت شلون عفت زينب؟ إي والله الله يساعد أهل البيت والله. الله يساعد الحسين. الله يساعد الحسين وهو ينظر إلى زينب. مولانا زينب مو بس أدخلوها سبايا، لا مولاي، الدفوف تضرب عند رأسها. ينادون هذه هذه جارية، هذه هؤلاء سبايا، وزينب تنادي وعليا وعليا شمال الناس. إذا حافظ الأبيات يا علي يا علي، والله شمال الناس تتفرج علينا أمت عين اليصد بالعين لينا. ولكم يا ناس أنا زينب. يقول زينب تصرخ هذه بنات رسول الله، والله شمال الناس تتفرج علينا أمت عين اليصد بالعين، والله لينا 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 ويغسل قال غايب ولينا يا حسين، والله يغسل قال لن غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر، يا وراس على الرمح لينا يتفكر. يقول زينب وهي بهذه الحالة، أذكر لك فد رواية مولاي الإمام زين العابدين، جاءه رجل قال أنا سيدي، أنا واحد من اللي شاف جدك رسول الله. يقول الإمام ما طلب من عنده لا مأكل ولا مشرب، وين اللي عنده اليوم مريض؟ قال له يا سهل يا سهل، بالله عليك عندك ثوب قديم؟ قال سيدي ليش؟ قال له يا سهل هذه الجامعة أكلت جسدي. يقول سهل أنا جبت له ثوب للإمام. قال لي سهل أنت حرق الجامعة ودخل الثوب بين جسدي والجامعة. يقول حركت الجامعة وإذا بالدماء سالت. يقول الإمام نظر إلي نادى وحسينا وعليا. زينب رأت هذه الحالة نادت يا طارش روح ليل وتصل عين، روح فزعاني روح. والله يا طارش روح لأهل وتصل حيهم، يا حيونك طبق والنوم حيهم حيهم، توسط بالثنية وصيح حيهم حيهم، يا أهل زينب خذوا زينب سبي. الله يا ويا أهل زينب خذاو زينب، اي يا سبي والله يم الحسين يم تعالي وشوف كربلاء سوت بعاد، يما حال الغريبة بغير والي، يما تون عرفت عز ودلالي. شنو جوابها للزهراء؟ تقلها والله لا يميت يا يما مو بعيدة، وشفت حسين من حز وريدة، يا وشفت حسين من حزايا، يا
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي ابن موسى الرضا يا غريب طوس. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. باسمك يا عظيم يا الله إلهي، وبمحمد وآل محمد إلهي، وبعلي ابن موسى الرضا إلهي، اشفي مرضانا يا الله إلهي، اخضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة إلهي. من جلس في مجلسنا هذا رجالا ونساء إلهي اشفي مرضاهم واقضي حوائجهم وارحمهم في الدنيا قبل الآخرة إلهي. لا تحرمنا من الحسين وآل الحسين، ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضي عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. إلهي مؤسسي هذا المأتم الشريف ارحم أمواتهم وادخلهم فسيح جناتك إلهي، اقضي حوائجهم إلهي، اشفي مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.